مساء النور عليكم حبايبي الحلوين، حبايبي بس طبعا تمام. كان اي متنمر، اي واحد وسخان نفسه وسخانة ما يتفرج على الفيديو ده. طبعا يا جماعة انا الساعة 10 صباحا منزلة لأستاذ مشهور بفضل، أستاذ عبد السلام اللي هو في مقام أبوي. طبعا في مقام أبوي، طبعا أنا قبل ما أدخل المجال الفني أو الإعلامي أو مجال الدراما أنا من جمهور أصلا متابعينه. فبغض النظر على إن أنا شخصية عامة، أول ما أشوفه المفروض أحصل شنو يعني تمام. وأنا يعني قدر ما أوصف حبي له وللدراما أو الكوميدي اللي هو بقدمه ما حقدر، يعني ما في كلمات مناسبة توصف. انا في طبعي من يوم ما دخلت المجال اللي انتوا عايزين تطلعوني منه بالغصب ده وعايزين تكرهوني فيه، ولكن انا ما حكره وما حطلع منه. ليه؟ لانه دي موهبتي، الحاجة اللي انا بحبها تمام. وربنا من فوق 7 سموات مقرر انه انا اتغذى كده في قلوبكم جوا تمام، واطلع على راسكم من فوق. من انا دخلت المجال ده يا جماعه انا لحد اكلو شرابي انا بشاركه مع جمهوري. انا فلوجاتي اليوميه كلها تمام انا بشاركها مع جمهوري. فطبعا لقيت استاذ فضيل، انا حتكلم لكم باسم الشهر عشان تعرفوه تمام. اتلاقينا في منتجع عبود البطحاني كويس، كان عازمنا هناك وعامل لنا كرامه بمناسبه رجلي اتعوجت وكده كويس. فانا ما لقيته صراحه يعني بشوف يعني بيكون الشعور ده عندكم اول ما يعني تلاقوا زول انتوا بتحبوه وانسان مشهور، يعني حتعمل شنو؟ فانا كان ردة فعلي تمام انه سلمت على بالاحضان. ليه؟ لانه انا خاتف في مقام ابوي واصلا هو ابوي تمام. فانا ما عارفه في شنو يا جماعه، يعني ليه الاوفر وليه الكلام الالفاظ الجارحه في التعليقات والكومنتات؟ ليه؟ في شنو يا جماعه؟ في شنو؟ الحاجه الثانيه، الناس اللي انا اي شيء بنزله بربطوه بقناة تي في نت. يا جماعة تي في نت ده أنا ما عندي معاه علاقة غير بربطني بها برنامج 6 الكورة بس. تاني أي شيء أنا بنزله في صفحاتي دي تمام، دي حاجة بتخصني أنا، ما عندي علاقة بتي في نت. أستاذ خليل سلمان مدير قناة تي في نت، على معد البرنامج الأستاذ حسين بكروك تمام. علاقته شنو؟ انا ما فاهمه تمام. طبعا ده للناس الكلام، طبعا انا اشوفه انا بدي في الوش طوالي ما بتلفت تمام. طبعا ناس كده من طبعا وللاسف من الوسط ذاته، يعني دي خساسه كده، في خساسه حاصله تمام. اللي هو شنو على سنه الموضوع ده مدبر كيف يحنه اصلا. انا حاليا استاذ حسين مصوراه وفيديو حنزل بعد شويه مصورة، يعني جمهوري كلهم الفيديوهات الصور بنزلها، يعني انا شايفه شيء طبيعي. الخلاني طلعت وزعلانه بتكلم كده شنو، انه يا جماعه انتوا عملتوا مشكله تمام لاستاذ فضيل. ده الحاصل تمام، انه في مشكله حصلت كويس. وانا الفيديو ده طلعته بتكلم فيه عشان انا اعتذر تمام، بعتذر لي أستاذ فضيل أبوي ونجم السودان نمبر 1 أنا بالنسبة لي تمام. إنه إذا أنا عملت له أي مشكلة إذا كانت أسرية أو في مجاله الدرامي أنا بجد بعتذر شديد. وأنا متأكدة إنه هو كويس عارف إنه أنا تمام، يعني الفيديو ده منزلاه عفوي بشارك جمهوري بالناس اللي لقيتهم وأحبابي. وكفروا لي طبعا يا جماعة لأنه عيني ملتهبة، يوم رجلي يوم عيني الحمد لله. دي النجيها المهم كويس. فطبعا ما متعودين علي ان انا اطلع زعلانة كده، بس الحاجة اللي انا كنت حابة اوضحها انه الفيديو كان عفوي وانا بطبعي اصلا بشارك كل تفاصيلي مع جمهوري تمام. النقطة المهمة الثانية انه تي في نت ما عندهم علاقة